اللهم صل على الصديقة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين نسون بعلي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب ما ينسى والله اللهم صل على الصديق علي بن أبي طالب أبا اليتامى والفقراء سيد البلغاء أعالى الذي يقول سلوني بطرق السماوات شنو طرق السماوات النجوم فإني خبير بها أكثر من طرق الأرض سلوني قبل ما يقول هاي الكلمة إنسان غير علي بن أبي طالب لن يستطيع شوف كل البشر بيهم نقص الا اهل البيت اهل البيت شيء من, من من العظمه مرعبه سنخيه الله خلاص عندي حكايه اذا قلتها تكفرني الناس خلنا نظل لها الحطه ابا اليتامى والفقراء والمساكين ابا المحرومين عدل الله المطلق عدل الله المطلق وراح يجيكم عدل الله المطلق اللهم صلي على الصديقة فاطمة الزهراء يقول لك قضية كسر ظل حترك طائفية طائفية ومو بس طائفية يقول لك أنت متطرف أنا راح أقول لك كل العالم أجهزة الأمة العربية أجهزة العراق إذا كان الدفاع عن فاطمة الزهراء طائفية وتطرف فانا ابا المتطرفين وقائدهم. واللي يريد يسوي رجلي كبير وصغير. ودعتكم ذابح على الساطور واتمنى ان اقتل في سبيل اهل في سبيل الله حبا باهل البيت يوم بعد يوم متوطن. نعم قتلت اربع مرات وطلعت عدل يعني يقينا ما تسلم. اللهم صلِّ على الحسن المجتبى والعن من ظلم فاطمه الزهراء لعنة يستغيث منها أهل النار اللهم لعن كل من فتى بفتوته اللعينة فأقصى فاطمة عن ورثها وحال بينها وبين خلافتها وإرثها وصادر حقها وفجع عليا بها وقتل أولادها وكسر ضلعها وأسقط محسنها لعنة يستغيث منها أهل النار يا شديد القوى والله الدفاع عن فاطمة مو واجب أعظم من الصوم والصلاه والله لو تعرفون شو قيمة الدفاع عن فاطمة الزهراء، يا اهل الدكاكين صرت سيوف على على الروس اللي يدافعون عن فاطمة الزهراء عزل عزاكم انتم يا مله يا مله ويا من انتم ولكم ولكم دمرتم محمد صادق الصدر ودمركم محمد صادق الصدر قلب حياتكم ويل الان انتظروا 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 انتظروا, انتظروا. اه. وداعت هاللحيه وعلامات وبالنجم هم يهتدون ها شو هذه علامات وبالنجم يقول لك ذولا يشوفون السياره بالابل والتجار يشوفون النجم وين لقيتوا هذا الحجي هذا الحجي ما ذولا مقاطمه ما ذولا ما يفتهمون علامات بالنجم يعني تحليل الفلك وحركه الكواكب خوش ادينك من فمك شلون لا يجوز العقد عقد القران اذا كان القمر مقرونا بالعقرب يلا شو علاقه القمر بالعقرب؟ ها تطلق المراه وينخرب بيتها والتجاره تكون فاسده والعلاقات تكون غير جيده ولا يصلح به كل شيء اذا كان القمر في برج العقرب يلا كم مره هذا اللي يعقد ما يفتهم ما يعرف لانه دابه يعقد وهو البرج الان في برج من وينخرب بيتها بعد شهر تطلق المراه هذا قول علي بن ابي طالب قول رسول الله اذا نطانا النجم الما نطانا يا مهطورين الما نطانا شلون نعرف الكسوف قبل سنه او نعرف الفيضانات والزلازل او نعرف الاخطار المحيطه بالبشر نتيجه الكواكب هسه عرفتوا النجم يا اهل الدكاكين ليش تمنعون منكم اللي يعرف هو 99 منكم ما يعرف اصلا يعقد بالقران يعقد القران بالعقرب وما يفتهم ويخرب بيوت العالم ما عندنا غير الدعاء هالمره خلوا اهل الدكاكين نايمين وحاطين يديهم من الرازونة مطلعيها للتبويس ما يعرفون ترى الخمسه من السته وداعتكم ما يعرفون الخمسه من السته ولو يعرفون الخمسه من السته ما قال رسول الله عليكم بمن؟ ماي نيسان يحيي الانسان، كان ما قال ماي رجب، ماي شعبان، ماي رمضان، ماي محرم، يلا ذلك انا قاعد افكر اذا عيد النوروز صار بي محرم وشلون هذا؟ يعني شلون؟ يترقص ترقص وايد هذا ايد لا يصفجون وراح محرم علينا، يتصورون يعني الإمام إذا طلع لابس عمامه، الإمام ما يطلع لابس عمامه. أبد ما يطلع لابس عمامه على الإطلاق. لأن ما تدل على شيء، الأفغاني لابس عمامه، السوداني لابس عمامه، الباكستاني لابس عمامه، السيخ لابسين عمايم من الله خلقهم. لكن أرادوا أن يضعون لهم تاجًا يميزهم عن الناس، يقولوا له أنت شيخ فلان، سيد فلان، أنت علان، أنت فلتان. حتى يرتفعون عن الناس بزمن الكورونا لبدت كل العالم وما التجأت الى الله ما التجأت الى ربهم الامام المهدي دكتور بختام الحلقه شو بتحب توصل المشاهدين؟ لم اكن يوما من الايام عدوا لكم ولن اكون عدوا لكم وبنفس الوقت لن اكون ظهيرا للمجرمين انا ادعو الى الولايه وعباده الله الواحد الاحد والايمان بالامام الحجة رب غير قابل للنقاش وحينما تعرفون ان العقرب اذا اقترن بالقمر يطلق الانسان زوجته ويورث الكراهيه والعداوه فاعلموا ان هذه النجوم ستورث لكم البلاء الذي لا يرد على الاطلاق الا باستغفار وصله رحم وبكاء في حضره الحسين وصلاه في جوف الليل وصيام عن كل الموبقات ولكن اذا لبستكم الموبقات انتظروا من حرب يقودها الله وحينما يقود الله الحرب نكون نحن الخاسرين